خليني احكي لكم الابراج. اول اشي عندي برج الدلو وبرج الحمل. برجك يا برج الحمل، برج العذراء وبرج الثور، وكمان عندنا برج العقرب وبس. طيب خليني اخذ لكم كمان كروت نصيحة. نشوف الرومانس شو بيحكوا لنا. ملائكة الحب يعني حاليا هذا الشخص مستقر، يمكن ماديا هو مستقر، احتمال يكون هذا زواج وصار في مشكلة بيناتكم وانفصلتوا، مثلا انفصلتوا عن طريق المحكمة او عن طريق مثلا، يمكن مثلا مو محكمة، يمكن انفصلتوا بس لسه ما وصلت المحكمة، احتمال. كمان احتمال هذا الشخص بيقربك، يعني قريب منك مثلا من القرايب اشي هيك، ولكن وضعه المادي حاليا هو مستقر وهو بيشتغل على انه يستقر وضعه المادي. اكتر اشي هو مهتم في المادة جدا جدا. على فكرة الشخص هذا احتمال مطنشكو، ما معطيكو اهتمام نهائيا، ويمكن نوعيته هو شخص متكبر. طيب يمكن يكون هذا الشخص مثلا مو معطيكو اي اهتمام، او مثلا انه داير وجهه عنكو. يمكن هذا الشخص مثلا بحب المال كتير لدرجة انه مثلا مستعد يخسرك عشان المال. كمان يمكن هذا الشخص بيشتغل في مجال أسري مع أسرته، يعني مع عيلته مع قرايبه، ملتهي بشغله أكتر مثلا إنه من العاطفة. بس هو على فكرة هذا الإنسان قاعد بنتظر فيك يا برج الحمل. يمكن هذا الإنسان متزوج في علاقة تانية، أنت علاقة تانية تكون معاه، تمام. كل واحد ياخد القصة اللي له، كل واحد طاقته. يعني انا بعطيكوا اكتر من اختيار. كمان هذا الشخص ينتظر منك رد صد اي اشي، وانت يا برج الحمل مو متحرك نهائيا، لانه انت يا برج الحمل هذا الشخص تباعد عنك دون سابق انذار وتركك ورحل، لانك انت متجمد المشاعر من ناحيته، وانت كأنه ما بدك مثلا تعطيه فرصة اخرى، ما بدك، كأنه انت حس حالك انك استشفيت من هذا الشخص، اطلعته من حياتك. احتمال يكون عندك استشفاء. على فكرة هذا الشخص بحبك جدا 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 جدا، هو شايفك انسان رائع جدا جدا، انسان طيب متسامح خدوم، انسان مو تعلف ولا دوران، انسان عندك بدل الموهبة 10. يعني احتمال تكون انسان مثلا اذا انت انسى شافك جميلة جدا جدا، محبة جدا، قلبك طيب جدا جدا، وانسان لا تعلم او ما بتعرف غير الطيبة، ذكية جدا جدا على فكرة، وشايفكو. وكمان هو شايفكو انه انتو احتمال منكو، هذا الشخص شايفكو انه انتو عمالكو بتنتظروا منه مصالحة، احتمال، لان انت حاليا يا برج الحمل في استقرار وزواج، والشخص هذا احتمال يكون هو مستقر وانتو مستقرين، يعني كل واحد مستقر في حياته. احتمال انت يا برج الحمل، بس انا شايفك سعيد جدا، او يعني نحكي على مستوى العائلي سعيد، ننسى مستوى العاطفة مثلا، انه عندك مثلا نجاحات في العائلة، عندك انجازات عملتها في العائلة، يمكن انه مثلا استقريت عائليا،
مع ان انت انا شايفك انه زعلان من ناحية العاطفة، لانك انت هو شايفك في عقل الواعي ان انت انسحبت من العلاقة، وكمان هو شايفك ان انت عندك عدة شخصيات ماهر في لبس الشخصيات اللي اكتر من شخصية. يعني مثلا فجأة بتطلع له بحبك وكل اشي رومانسي جدا وكل الرومانسية فيك، وفجأة بتقلب على وش الخشب، فجأة بتصير شاعر، فجأة بتصير كاتب. كاتب يعني انه كاتب مثلا، نحكي يوم بتكون مثلا بتكوني انت ضد الرجل، يوم بتكوني مع الرجل، او يوم بتكوني مع الحب ويوم بتكوني ضد الحب، هيك شيء متقلب اكتر من شخصية. يعني على فكرة هو متحير وواقف هيك بقول طب اي شخصية هي منهم، هيك ولا هيك ولا هيك، طب هل هي بتحبني، طب هل هي بتعبر عن مشاعرها عشاني مثلا، هيك يعني هو بوقف وبنتظر مثلا تعبير. فهو شايف انه عندك اكتر من شخصية، او يعني عندك كشخص عندك اكتر، اذا انت رجل عندك اكتر من شخصية، بتلبس 100 شخصية. مش نفاق على فكرة، لانه شايفك طيب جدا جدا، وشايفك متسامح جدا جدا، وشايفك كمان انت اشي بستنى فيه من سنين، الحب كله متسامح يا طيب. هو يعني هذا الشخص اذا هو مثلا عملكم تطنيشة وتجاهل مثلا، ومثلا عرض عليكم عودة جهلكم، فهو شايفكم كيف احكي لكم، شايفكم انه انتم من عند الله اجيتوه، فرصة من الله اجيتوه، بس هو شايفك انه انت، هو على فكرة هذا الانسان واقف مستغرب شخصيتك انه انت واقف. طب هو مثلا انت على الفيس بتنزل يوم مثلا انني بحب الحياة فالحياة، ومثلا مش عارف شو، يوم بتنزل انها الحياة مثلا بتعطي للمالش حظ ومالش يعني هيك، انه يوم مع الحياة ويوم ضد الحياة، يوم مع الحب ويوم ضد الحب، انت كأنك متردد، شخصيتك مترددة. بقى هو شايفك هو بوقف هيك وبحكي طب ايش بده بالضبط، طب شو بعمل هو، ليش بحكي هيك، طب ما هو كان يحكي لي اني بحبك، طب ما هو كان يحكي لي فجأة نزل انه انا مش طايق جنس ادم كله، او مش شرط يعني ايش نجح جنس ادم، بس مو طايق مثلا قصة الحب كله، يوم نفسي اشعر بالحب، يوم مثلا تعالوا نوقف وقفة ضد الحب، الحب مثلا خذلنا، يوم تلك الحب افرحنا. فهيك انت كل يوم بحال، كل يوم متقلب، كل يوم كاتب، كل يوم شاعر، كل يوم طباخ، كل يوم مثلا، كل يوم انت مثلا اذا انت ست كل يوم بشكل جديد، لوك جديد، او مثلا مو شرط انك تغيري لون شعر او اشي، يمكن لبسه جديده، او يمكن تظهر بشخصيه غير شخصيتك، فجاه تكوني دكتوره، فجاه تكوني طبيبه، فجاه تكوني مهندسه مثلا تعملي ديكورات لبيتك، مثلا فجاه تكوني بتقراي تاروت. ففهمتوا فين تناقض في الشخصيه، هذا الشخص واقف واقف واقفة مع نفسه، واقف وبتطلع بحكي طب شو اللي بصير، يعني بدي افهمها، انا حابب افهمها لانه مو فاهمه، لانه هو تقريبا تخربط بشخصياتكم، بشخصيتك احس انه في اشي خربطه، في اشي خربطه. يا برج الحمل، الشخص هذا شو المشكله شايفها؟ اول اشي انت يا برج الحمل شايف انه انت ما عندك امل لمثلا العلاقه هاي، كمان هو شايفك في مسافات بعيدة بيناتكم، وكأنه من المستحيل الوصول إلى حل في العلاقة هاي، أو مثلا إذا كنتوا تتزوجوا مثلا مستحيل يصير هذا الزواج، لأنه أنتوا الشخصين مرتبطين، أو شخص منكم مرتبط بالتزامات غير أنتوا. الشخص على فكرة تعبان جدا جدا في التفكير فيكم، جدا جدا، وبراقبكو على السوشيال، بر ما كان براقب فيكو، يعني هذا الشخص محطم من ناحيتكو،
على فكرة يا جماعة، إذا حدا بيحكي لي الطاقة عكسية أو القراءة عكسية، صح بس عكسية كمان، ما أنا بحكي لكم القراءة تقبل العكس، لأنه أنت بكون عقلك الباطني محتفظ في المعلومات هاي وإحنا بنقرأها، وهو العكس يعني في عقله الباطني محتفظ في المعلومات العكسية. إن شاء الله رح أطلع فيديو أحكي لكم عن هذه الطاقة العكسية وشو كمان نعمل فيها. فهذا الشخص متحير جدا فيكو يعني جدا. طب احنا شو نعمل؟ طب اروح اصالحه؟ هو مشوش على فكرة، الشخص هذا مشوش جدا، يمكن مرتبط. هذا الشخص احس انه هو مرتبط بزواج مستقر، او مرتبط بعائلة مثلا نوع مسيطرة متسلطة، مثلا مو راضيين بزواجكم، كأنه ما في امل في زواجكم، فاقدين الامل في الزواج هذا او في العلاقة هاي بسبب حدا مسيطر عليه في العائلة، أو مسيطر عليه في التفكير، أو يمكن هو في علاقة تانية هالعلاقة مسيطرة عليه نوع من التسلط، مو حب، تسلط، لأنه هو مشاعره إلكم كتير مو شوية. هو حاسس إن العلاقة فاقدة الأمل، وهو حاسس إنه أنت مو مستشفي من اللي صار في الماضي، لساتك زعلان. إذا صار مثلا بينكم مشكلة، الشخص هذا حاسك إنك أنت زعلان جدا جدا جدا. فهذا الشخص يعني نيته بصراحة، الشخص هذا لبرج الحمل نيته الزواج، ونيته إنه يرجع، وهو واقف وبلاقي نواياه إنه يعرض عليك أكثر من حل يعجبك، لأن هذا الشخص بحب. خلينا اشوف لك القمر هون، بقول لك صح انه ارتباط، يلا عيشة في ارتباط هون في القراءة، انه اللي حياتك في الحب تصعد الى مستوى عالي من الالتزام. يعني في ناس منكم المنفصلين رح يرجعوا، والمش مرتبطين راح يصير ارتباط بيناتكم. اذا انتم زعلانين من هذا الشخص انه ما رفع مستوى العلاقه، فهو راجع هذا الشخص نواياه انه يرسم هذه العلاقه ويصير زواج بيناتكم. على فكره الشخص بحبكم جدا جدا طحن، شايفكم انتم شايفكم غريبين طيبين، شخصياتكم جميله جدا، بتتأنقوا في الشخصيات. وبرج الحمل يعني معروف انه شخص كاريزما، وشخص بيحب التغيير والباشن والاشياء هاي. كثير كثير نزلت هذا الشخص، وعلى فكره نواياه انه يعرض عليكم اكثر من حل، يعرض عليكم اكثر من انه علاقه مثلا حب، لا علاقه زواج اكثر. هذا الشخص كانه بده يعطيكم انه مثلا يجي يحكي لكم انا راح احقق لكم كل احلامكم، لانه هيك يمكن هو في استقرار حاليا، او بيحاول انه يستقر ماديا. إيه هذا الانسان، يمكن انتم تتعاملوا مع برج الثور فبتحسوا بطيء، لانه هون مش شرط يعني على فكره ما تتقيدوا في الابراج. طب خليني اطلع لكم كروت من القمر. خلينا ناخذ نصيحه من القمر. فيعني يا جماعة الشخص هذا بحبه جدا، وهو ناوي الارتباط ان شاء الله. في رجوع لبرج الحمل، اللي بيسأل المنفصلين في رجوع او في رجوع. الشخص هذا بحبه جدا جدا، وكان فاقد الامل في العلاقة، بس هو زي بحاول انه يرجع الامل للعلاقة، بحاول يعمل جهده لحتى يحقق لكم امنياتكم. وعلى فكرة هذا الشخص راح يتواصل معك عن طريق الانترنت، عن طريق رسالة مسج، اتصال مفاجئ. على فكرة راح تتفاجئوا في هذا الاتصال، اذا زمان لكم منفصلين مدة، انا حاسس ان هذا الانفصال له مدة طويلة، هذا الشخص راح يفاجئكم في اتصال. طيب خلينا نشوف القمر شو بده يحكي لنا كمان. طيب خلينا نعطي لكم كمان كارت.